السلام عليكم، معكم نريمان في مطبخ خالتو كريمه. بلغت لكم سلام حار، قالت لكم شكرا على دعواتكم، راهي لحقتني نطمنكم عليها راهي بخير. بالنسبه لتفاصيل العمليه والمرض تاعها، هي كي ترتاح راح تحكي لكم. المهم راهو جوها ضياف، وانا راح نوجد كيكه 7 ملاعق ان شاء الله تعجبكم. بالنسبه للمقادير، هي 7 ملاعق سكر، 7 ملاعق زيت، 7 ملاعق حليب، 2 خميرة كيميائية، وسكر فانيليا وفانيليا وثلاث بيض. وأما الفرينة راح نديروها مع بعض. المهم هنا إذا حبيتي تستعملي بيترا أو تستعملي الباتور كما حبيتي. راح نحط ثلاثة بيض ونزيد السكر. المهم انا حطيت 7 ملاعق تاع السكر ودرت 3 بيضات، دوك نشعلو بالعقل شويه. ابخي نزيد شويه حتى تشوفوا الخليط تاعكم بياض وذاب السكر كامل. المهم شوفوا الخليط تاعنا ولا بياض، دوكا انا نحبس الفكرة ديالي وزاد ضعف الحجم تاعو ونورمو داك السكر. نقص لها كامل السرعة، نخليها في البرومي باش ندير الزيت الزيت والحليب. نقص لها باش ما يهبطش البيض. دوكا ندير 7 ملاعق الزيت، نزيد 7 ملاعق حليب، ودوكا ندير سكر فانيلا، ونزيد ندير ملعقة صغيرة فانيليا، عاد الفانيلا، ندير عاد الفانيليا. اما الفرينه راح نديرها وتشوفوا معانا كيفاش، يعني راح نكيلوها مع بعض، ندير معكم بالملعقه وانتم تشوفوا. وراح نبدا نحط الفرينه بشويه باش نقدر نتحكم فيها. الملعقه الاولى هذه، نزيد الملعقه الثانيه، الملعقه الثالثه، والملعقة الرابعة. هي راح تفوت 7 ملاعق. الملعقة الرابعة، نزيد الملعقة الخامسة، نزيد السادسة، نزيد لها 6 7 عفوا، ونزيد ثمة، راح نزيد لها شوية السرعة، نزيد الملعقة 9، نزيد العشرة. هو ماما هكا صاير. المهم قبل ما تحكم روحها راح نطفيتها انا، ندير 2 خميرة كيميائية، ندير الاولى ونزيد الثانية، هكا ونشعلها بالعقل. دوكا انا خصني 2 ملاعق، صافي تجي فيها 12 ملعقة، واحدة
ونزيد الثانية. هي كاسة في سبعة زيت وسبعة حليب وثلاثة بيض وثلاثة وسبعة سكر عفوا، وتجي فيها 12 ملعقة فرينة. وانتي تعرفي صافي تجي كيما المسكوتو صافي، اذا ما شربتلكش تزيدي لها. كل وحدة والنوعية تاع الفرينة اللي عندها في الدار، كاين اللي تشرب وكاين اللي لا. لا هاي ليك هاكا حكمة روحها. نزيد لها واحد دقيقة بس، دوك انا راح نفتحها ونوريكم صافي كي ترجعي ونوريكم كيفاش. شوفوا القوام تاعها، شوفي كيفاش القوام تاعها راح يكون. تجي هاكا وتجي خفيفة هايلة هشة. هذا هو القوام تاع العجينة الهشة تاعي، سبع ملاعق عجينة ما خفيفة ما ثقيلة. هاكا دوك راح ندهن البلاط تاعي بالزيت. البلاط تاعي فيه 35 على 25، ندهنو باش ما تلصقليش. المهم دوك راني دهنتو بالزيت، دوك نحط العجينة ديالي. ودوك خطي البلاطو ديالك باش تهبط. ديرها هكا، انا راني شعلت الفرن ديالي من قبل بربع ساعه، درتو 180 درجه، شعلتو من التحت. انتي كي تطيب لك من التحت شعليها من الفوق، خليها غير تاخذ اللون الذهبي ديالها. وكي تطيب طفي عليها وفتحيها الفرن غير شويه باش تخليها حتى تبرد، باش تنحيها كامل. لازم تبرد داخل الفرن، يكون مفتوح غير شويه باش يدخلها شويه هو هذا مكان. وهكاك باش ما تهبطش وتبقى عاليه. وانا مقبل كي طيب وتبرد راح نتلاقاو ونوري. ودوك راح ندير الكلاصاج تاع الشيكولا باش نديرو التزيين للكيكه تاعنا. نسحقو عندنا فنجان تاع السكر تاع لاتاي، نزيدو كاكاو. الاحسن تستخدمي هذا القهوي باسكو البني، باسكو الاسود ماشي مليح هيا. نزيدو فنجان حليب، ودوك راح نخلطهم بالميكسر. وزيد نحطها بالعقل. شوفوا النتيجة، هذا هو الكلاصاج تاع الشوكولا ديالي اللي تحصلت عليه. دوك راح نتلاقاو في طبق. هاي الكيكة تاعنا بعد ما طابت لنا، دوك ما عليا غير نزينها
دهنها قبل بالشيكولا. ندهنها كامل. وممكن راح نزينها بالشوكولا البيضاء. دوك بعد ما درت لها شوكولا البيضاء زينتها بالشوكولا البيضاء راح نديرها بهذه الطريقه. رجعنا لكم في النهاية، هذا هو الشكل النهائي للكيكة تاعي، ان شاء الله تعجبكم وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وديروا لايك. دوكا نقسمها باش تشوفوا النتيجة. هذا هو الشكل النهائي للكيكة تاعنا من الداخل. اللي حبت تشربها بالسر تشربها، انا ما شربتهاش. شوفوا معايا هايك تجي خفيفة وهشة. شوفوا كيفاش تجي قطنية اسفنجية هاي. اذا ما تبخلوش هاد الكريمة ديروا لها جام ولا وبارطاجوا لا فيديو مع صحابكم. اذا نتلاقاو مع فيديو اخر مع طاطا كريم، مع خالتو كريمة عفوا. كي تبان ان شاء الله نديروا كيف كيف. مع السلامة. السلام عليكم.